السلام عليكم طلاب، ده تسمعوني زين؟ ده تسمعوني زين لو لا؟ هسه دخلتوا انت على الروابط هاي الثلاثة الجديدة اللي نزلوها؟ هاي حتى تستوعبي المرحلة كلها، فنوبة الأخت تكون مختبراتنا على مداخلتكم كلتكم من يكون مختبرنا يعني الكتروني، دخلوا على هاي الروابط. مو الرابط ذاك اللي كان بالجدول. ايه هاي الشغله شنو؟ ممثل المرحله مالتكم مرت الاخ يعني رجال لا ينطي من وقت مختبرنا بدون اذننا. من عندكم امتحان يعني هذا مو اول مره، هاي ثالث مره دا تصير. تاخذون وقت المختبر تمتحنون بيه. انا هذا الشيء طبعا بعد ما اقبله نهائيا، وراح اروح على دكتور عمار هم ابلغه يبلغ الاساتذه ان وقت مختبرنا ما ينأخذ بعد. عندكم وقت تريدون تمتحنون انتم الكتروني، امتحن وراء ينتهي المختبر، امتحنوا بالثنتين، امتحنوا بالثلاثه، امتحنوا بالعشره بالليل. هنا بدها تطلع الشاشه يمكم مو؟ موجوده هسه هاي الشاشه واضحه. بدينا احنا بذاك المختبر بدينا حكينا عن الهيباتايتس، وعرفنا ان الهيباتايتس هي انفلاميشن اوف ذا ليفر سيل. يعني انا من اقول هيباتايتس هي شنو؟ انفلاميشن اوف ذا ليفر سيل. فهذا الانفلاميشن ممكن ان هو يكون فايرال، ممكن ان هو يكون نون فايرال بكتيريال، حتى ممكن يكون باراسيتيك، ممكن يكون فانجال، ممكن يكون نون انفكشياس. هو انفلاميشن التهاب يعني، مو الا يعني اني كل شيء بي الاي تي اي اس بالاخير يعني هو معناته الا انفكشن الا مايكرو اورجانيزم، لا ممكن يكون انفلاميشن فروم انذر كوز اللي هي مثلا هاي عندنا قلنا بالاخير ممكن يكون كحول، ممكن يكون سم ميديكيشن مثل الريفامبسين، هاي مثلا الريتونوفير، الايسونازايد، هاي كلها فد كومن دراج ممكن هي نسوي انفلاميشن اوف ذا ليفر سيل، ممكن ان تايب اوف انستيزيا. فلكن هو احنا الكامل اللي ماخذينها احنا دائما من نقول هيباتايتس دائما يجي ببالنا هي الفيرال هيباتايتس، واللي احنا راح نركز عليها هسه حاليا بهذا المختبر. اخذنا تايب اي، اخذنا هذا تايب اي ذاك المختبر اللي بالكليه الحضوري كان، اخذنا الهيباتايتس اي فيروس وعرفنا قلنا هو السمبل تايب اوف هيباتايتس فيرال هيباتايتس اللي هو يصيب عاده الاطفال، اللي يجي المود اوف انفكشن هو اورو فيكال، يجي عن طريق الكونتامينيتد فود كونتامينيتد ووتر، ويكون طبعا هو ما عنده فد كرونيك سيكولي وينطي مناعه لايف لونج اميونيتي. نجي على النوع الثاني اللي هو الهيباتايتس بي، راح نحكي هسه عن الهيباتايتس بي هيباتايتس سي ودي اللي هم تعتبر من اخطر انواع الهيباتايتس، لان اول شيء هي بها كرونيك سيكولي، ثاني شيء هي يعني ممكن ان تؤدي الى ريفر سيروسز، ممكن تؤدي الى كارسينوما. فهاي انا الجدول قلت لكم هذا مهم ان تعرفون كل واحد من انواع الهيباتايتس شنو هو السورس اوف فيروس، شنو الروت اوف ترانزميشن، شنو هو الكرونيك انفكشن، تسوي كرونيك انفكشن او لا، وشلون يكون البريفنشن. البريفنشن الميثود اوف البريفنشن، لان احنا قلنا انتم كاطباء مو بس دوركم ان انتم الدايجنوسيس، ولا دوركم هو بس التريتمنت، وانما ايضا انت لازم تدل المريض على ان هو على البريفنتيف ميجر، اللي انا برايي ان هي كلش مهمه خاصه بالانفكشيوس ديزيز. انفكشيوس ديزيز البريفنتيف ميجر كلش مهمه. بالنسبه للكاركترستيك اوف فيروس هذا الجدول انا ايش قلت لكم؟ قلت لكم اريد من عنده اريد بس تايب اوف نيوكليك اسيد، لان البقيه موجوده بذاك الجدول. الاي حكينا عنه خلصناه وعرفنا شلون التشخيص مالته. نجي على الهيباتايتس بي. هيباتايتس بي از كوزد باي انفكشنز وذ هيباتايتس بي فيروس، ذا بروتوتايب ممبر اوف ذا
هيبادينا فيروس فاميلي، اذا هو ريليتد تو ذا فاميلي من الفايرال ديزيز، هو الفيروس يعني الفيروسات هي هيبادينا فيروس. هيبادينا فيروس الهيباتيتس بي فيروس از ذا اونلي هيومن ريبريزنتيف اوف ذس فاميلي. طبعا هو دي ان اي فيروس، هو دي ان اي فيروس. Currently, 8 genotypes are identified by divergence of more than 8% in the entire genome. يعني من درسوا الجينوم مالته، الجينوتايب هي عندها 8، يعني من الـ A إلى H، يعني معناتها الـ subtype مال hepatitis B ممكن يكون A, B, C, D, E, F, G للـ H. واضح؟ اللي مطلوب من عندكم من هذا السلايد ان تعرفون الفاميلي مال هيباتيتس بي اللي هي الهيبادينا فيروس، وان تعرفون شنو التايب اوف جينوم قلنا هو دي ان اي، وان تعرفون الجينوتايبس يعني السب تايبس. شلون احنا ناخذ بالبكتيريا اكو سيرو جروب بالبكتيريا، نفس الشيء بالنسبه لهيباتيتس بي من اي لي اتش، يعني اي بي سي دي اف جي اتش. هذا المطلوب من عندكم بهذا السلايد. بس هي طبعا هي كلها تعامل نفس المعامله وتشخص نفس التشخيص ونفس الديزيز، يعني هي كلها هيباتيتس بي تعتبر. الكاركترستيك مالته هو بارشلي دبل ستراند دي ان اي. اللي اريدكم تركزون عنه بالهيباتيتس بي، هيباتيتس بي فيروس، تركزون على التايب اوف انتيجينز، تايبس اوف انتيجينز. ليش؟ لان احنا التشخيص مالتنا بالهيباتيتس بي، احنا قلنا اخذتوا انتم البكتيريا وعرفتوا ان البكتيريا التشخيص راح يكون عن طريق الكلتشر، ممكن اول مره نسوي جرام ستين الكلتشر عن طريق البايوكيميكال تيست، وهم اكو قسم من البكتيريا راح نلجا الى السيريولوجيكال. لكن بالنسبه للفيرال ديزيز التشخيص مالتنا مينلي راح يكون عن طريق السيريولوجي، يعني انتيجين Antibody reaction، وخاصة إحنا نستخدم أكثر شيء بالفيرال ديزيز يستخدمون الإلايزا تيست. وأكو واحد من زملائكم سألني قال لي شنو هو الإلايزا تيست؟ إني أنا أعرف إن أنتم المفروض ماخذيه بصف الثاني ضمن الكورس مال المناعة. فأحد يقدر يجاوبني شنو هو الإلايزا تيست؟ مختصر مال شنو؟ أشو ماكو أحد؟ شنو ماكو أحد ويايا؟ إلايزا تيست مختصر شنو؟ ويايا أنتم موجودين لو لا؟ لأن ترى أنا قدام الشاشة العرض فمدى أشوف من موجود أو لا ويايا بالمختبر. أحد يرد؟ شنو قضيتكم؟ مدى تسمعوني؟ نعم دكتورة. أكو طلاب دكتورة موجودين. موجودين الطلاب؟ ايه مو اني دكتوره سرى مدى اشوف الطلاب لان يمي بس الشاشه العرض يطلع. اي موجودين هسه 22 طالب بس؟ نعم بس 22. يعني بالثلاث جروبات بس 22 حاضرين؟ هسه هذا 22. زين اللي من ال 22 ما حد يقدر يجاوبني شنو هو الإلايزا تيست؟ مختصر مع الإنزيم لينك إميونو سوربيت أسي. إيه. يستخدم نعرف الأنتيبادي موجودة لو لا. هو طبعاً ما يستخدم بس للأنتيبادي، أنت تقدرين تقيسين أنتيبادي أو تقيسين أنتيجين حسب السامبل اللي عندك. الإلايزا طبعاً تيست very very important بالفيرال دايجنوسيس، يعني دائماً راح تشوفون إن إحنا نذكر الإلايزا تيست. طبعا بالاضافه اني اكو هسه حاليا تسمعون انتم بالنسبه للكورونا فيروس يستخدمون البي سي ار، حاليا ايضا بدا استخدام البي سي ار وانتشر يعني استخدامه. بس طبعا هو الإلايزا يظل المين دايجنوستيك ميثود خاصه بالهيباتيتس، الإلايزا وبالاضافه الى البي سي ار. البي سي ار هي البوليمريز تشين رياكشن، يعني البي سي ار راح نعتمد هنا مو سيريولوجي، مو انتيجين انتيبادي رياكشن، بالبي سي ار نعتمد على شنو برايكم او حسب معلوماتكم؟
البي سي ار نعتمد على شنو بالتشخيص؟ من اسمه بوليماريز تشين رياكشن، يعني على شنو نعتمد؟ البي سي ار، البي سي ار هنا راح نعتمد على التايب اوف جين، يعني جينوميك دايجنوسيس، مو سيريولوجي، مو انتيجين انتيبادي، جينوميك دايجنوسيس. يعني هنا راح نعتمد على التايب اوف جين، اذا كان ار ان اي او دي ان اي، كل كل اورجانيزم من الهيومان لحد ما تصلين الى الفيروسات اللي هي سمبل اورجانيزم موجوده، كل وحده عندها شلون نقول في الطمغه خاصه بالنسبه للجينات مالتها، ماكو جين يشابه ويا جين. فعلى هذا الطريق احنا اكو فد تشخيص عن طريق طريقه الجينات، راح نقدر احنا نشخص عن طريق البي سي ار، والبي سي ار طبعا هو يعتبر المور سنسيتيف دايجنوستيك تول موجوده هسه حاليا، نوعه الكونفشنال والريال تايم بي سي ار. طبعا الريال تايم بي سي ار هو ذا موست ريسنت، واللي هو حاليا يستخدم لتشخيص الفيرال ديزيز بالخصوص، يعني يستخدمون الريال تايم بي سي ار. نرجع هسه على موضوعنا، نرجع على الانتيجينات اللي موجوده بالهيباتايتس بي، هذا كلش مهم، لان احنا عن طريق هاي الانتيجينات راح نقدر نعرف الديزيز، راح نقدر نعرف اذا هو ريسنت انفكشن، اذا هو كرونيك انفكشن، اذا هو نعم تفضل. احد سال سؤال؟ عن طريق هاي الانتيجينات راح نقدر نعرف اذا هو ريسنت، اذا هو انفكشن، اذا هو كرونيك انفكشن، اذا هو مرحله الانفكتيفيتي. فاكو ماركرات، هاي الجينات ايش راح نسميها؟ نسميها الماركرز، ماركرز علامات اوف انفكشن، الماركر. فاذا احنا اول شيء نهتم به، اول شيء تشوفوه هذا قدامكم نهتم به، هو السيرفس انتيجين، هيباتايتس بي سيرفس انتيجين. طبعا هذا الانتيجين من راح احنا نسوي إلايزا تيست ونكتشف ان هذا الانتيجين موجود عندنا، يعني معناته هذا البيشنت عنده current infection او recent infection. طبعا اكو راح يجي جدول، هذا الجدول كلش مهم تحفظوه، هسه تشوفوه بعدين بالسلايدات القادمه. هذا ايضا الانتيجين شبيه هو stimulate protective antibodies، وايضا هو قلنا marker for current او recent infection. نجي على الانتيجين الاخر اللي هو السي انتيجين، localized with liver cell identify acute infection and hepatitis B سي انتيجين persist for life and is marker of past infection. هذا الانتيجين persist for life and is marker of past infection. الاي انتيجين، الاي هذا تشوفوه الاي انتيجين شنو هذا معناته؟ هي marker of active replication and infectivity. يعني احنا من راح نشوف الاي انتيجين ويا الاس انتيجين، يعني هذا معناته اكتف ديزيز، هذا البيشنت شبيه عنده اكتف ديزيز، يعني هو اكيوت انفكشن وايضا هو عنده اكتف ديزيز. وهنا ايش راح يسوي لنا؟ هنا راح يسوي لنا طبعا مشاكل، انه هو راح يكون هايلي انفكتيف، هايلي انفكتيف، يكون نسبة العدوى مالته كلش عالية. هذا شكل الهيباتايتس بي، وهنا راح يوضح حنا السايت اوف هاي الانتيجينات اللي حكينا عنها. الاس من اسمها السيرفس انتيجين، هذا وين موجودة؟ موجودة بالانفلوب الخارجي مالت الفيروس، او موجودة على الكابسيد مالته، عفوا الانفلوب مالته. نيجي السي، السي اللي هو موجود هنا بالكور انتيجين، وايضا الاي هو عباره عن النيوكليو كابسيد، النيوكليو. ليش قلنا؟ قلنا الاي هو يعني من موجود الاي، معناته هذا الفيروس اكتفلي ريبليكيتد، لان هو ماخوذ بجزء من النيوكليك اسيد موجود بالكابسيد
الفيروس. من يتكاثر موجود بكثرة فمعناته هذا الفيروس ده يتكاثر، ده يتكاثر يعني الدي ان اي مالته ده يتكاثر. فهذا السايت اوف every antigen موجودة بالهيباتيتس بي فيروس. انت لازم تعرف يعني من اني اقول اس انتيجين لازم اعرفه هذا السيرفس انتيجين موجود بالغلاف الخارجي الانفلوب الخارجي مالت الفيروس. من نجي نقول الكور انتيجين هذا موجود بالكور هذا قدامكم موجود، وعندنا من نقول الاي يعني هذا النيوكليوكابسيد يعني معناته ماخوذ من النيوكليك اسيد ويا الكابسيد اللي موجود يغلف الفيروس. هاي حتى تعرفون انتو كل نوع من انواع الانتيجينات اللي هي راح نهتم بيها بالتشخيص مالتنا وين تكون موجودة وين السايت مالتها. هاي بالنسبة للانكوبيشن والمورتاليتي وما ادري ايش، هاي يعني ما اريدها من عندكم عبروها. احنا المهم نعرف ان هو الانكوبيشن بيريد مالته هي طويلة طويلة يعني فترة تاخذ طويلة ممكن تستمر الى يعني 3 شهور 6 شهور. الكلينيكال طبعا هو جوندس هيباتوميغالي ابدومينال بين لوس اوف ابيتايت، هي هاي كلها بالنسبه للهيباتايتس هي نفس الشيء بالنسبه لها، لكن قلنا الهيباتايتس بي بيها برودكت سيكولي وممكن ان هو يصير عنده كرونيك ليفر ديزيز، ممكن ان هو يتحول الى سيرويسز والهيباتوما او ليفر سيل كارسينوما. هذا شكله الهيباتايتس بي فيروس اندر الكترون مايكروسكوب، طبعا احنا ما نشوفه باللايت مايكروسكوب نشوفه بالالكترون مايكروسكوب. السبيكتروم اوف كرونيك هيباتيتس بي ديزيز هذا اني اريده من عندكم، لازم انت كطبيب تعرف ان هو الهيباتيتس بي ديزيز ممكن ان هو يؤديني الى شنو، الى كرونيك بيرزيستنس هيباتيتس. طبعا ان هو المشكله بهذا الديزيز ان هو ممكن يظل فتره طويله اسيبتوماتيك يعني بدون اعراض، المريض عنده الفيرال انفكشن لكن يظل بدون اعراض وهاي يظل يعدي يعني كرونيك اكتيف هيباتيتس سيمبتوماتيك اكزاسربريشن اوف هيباتيتس. هاي طبعا اذا ما تعالج المرض وهو طبعا علاجه كلش يعني شلون نقول مو ناجح 100%، ممكن ان هو قسم من المرضى ان هو يصير عندهم ريكفري لكن مو يعني 100% ريكفري. هذول اذا ما وصلوا لهاي المرحلة وين راح يعبرون؟ يعبرون إلى السيروسيز أوف ليفر، والسيروسيز من صار عنده السيروسيز أوف ليفر هو راح يعبر إلى الهيباتوسيلولار كارسينوما أو الهيباتوما. هذا بالنسبة المخطط يوضح كل نوع من أنواع الأنتيجين والأنتيبادي وش همته راح تظهر عندنا. قلنا أول نوع من الأنتيجين اللي راح يظهر منه قدامكم، من يجاوبني؟ أول نوع من الأنتيجين يظهر عندنا منه؟ السيرفس أنتيجين؟ نعم السيرفس أنتيجين، هذا أول واحد تشوفوه هذا قدامكم باللون البرتقالي، هذا أول أنتيجين راح يظهر عندنا هو السيرفس أنتيجين. ورا من يبدأ الريبليكيشن اوف فيروس ده تشوفون هذا الفوق راح يظهر منو عندنا؟ يظهر الهيباتيتس بي انتي اي انتيجين. اي انتيجين قلنا الاي انتيجين من راح يظهر معناته هذا اكتيف فيرال انفكشن اكتيف ريبليكيشن. زين طبعا وياها راح يبدي يظهر عندنا ايضا الكور انتيجين، وياه شنو ايضا راح يظهر عندنا؟ راح يظهر عندنا الانتي هيباتيتس بي كور انتيجين الانتيبادي قصدي العفو اللي هو يا نوع ظهر اول شيء عندنا، يا نوع من الانتيبادي يظهر عندنا بالبدايه؟ الاي جي ام يظهر او اي جي ام. بينما من راح اقول هنا توتال انتي هيباتيتس بي كور اللي راح يستمر هذا انتي هيباتيتس بي كور انتيبادي يا نوع هذا راح يستمر عنده IgG. طبعا الاي جي جي الاي جي ام شوفوا فترته قليله باعوا راح يصير فترته قليله من راح يظهر عندنا الاي جي جي هذا اللي هو باللون الازرق راح يظهر عندنا راح الاي جي ام راح يقل الاي جي ام يختفي معناته من ظهر الاي جي جي معناته هذا صار الانفكشن كرونيك.
احنا شنو اللي ندور عليه واللي يفيدنا واللي يعطينا بروتكشن مو التوتال انتي هيباتايتس بي كور. خلوها ببالكم بالنسبه للهيباتايتس بي فيروس اللي راح ينطينا بروتكشن، وممكن المريض انه هو احنا شلون نعرف انه هو صار عنده ريكفري وانه هو طاب من المرض مالته، همته بهالحاله من يظهر يا نوع من انواع الانتي بودي، من يظهر عندنا الانتي هيباتايتس بي اس، من يبدي يظهر ويصعد عندنا الانتي هيباتايتس بي اس، هذا من يطلع عندنا هذا معناته ان البيشنت ممكن انه هو يصير عنده ريكفري. يعني ممكن انه هو شلون نعرف المريض طاب؟ من يطلع عندنا الانتي هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي اللي هو طبعا التايب مالته هنا اي جي جي، يبدي يطلع عندنا يرتفع عندنا، شوفوا كلها تبدي تقل، كلها تنزل كلها تنزل. فاحنا شلون نعرف المريض مالتنا طاب؟ هسه نروح نشوف الجدول ونعرف شلون ان المريض يطيب، من يطلع عندنا هذا الانتي بودي وتختفي البقيه كلها. بس ممكن انه هو يظل عندنا التوتال انتي هيباتايتس بي كور، هذا ممكن هاي الاثنين تظهر عندنا بالريكفري، لكن لازم ما عندنا اي نوع من انواع الانتيجين. احنا شلون نعرف المريض طاب؟ هاي خلوها ببالكم كلش مهمه بالتشخيص، انت مو مهمه بالامتحان بس، طبعا بالامتحان هاي مهمه 100%، لكن مهمه لك انت كطبيب باكر ان شاء الله من راح تتخرجون، او حتى يعني طبعا الهيباتايتس بي كلش كمان ممكن اي واحد يجيب لكم الريزلت ويقول لكم اقروا لي اياه، شوفوا انا طيبان انا بعد عندي مرض او فتشي، انت يعني مفروض تقدر تجاوبه هسه تشوف من عندك بالريزلت مال الاليزا اني طالع عندك بس انتي بودي اللي هي الانتي هيباتايتس بي اس، هذا اهم شيء، ويا التوتال انتي هيباتايتس بي without any antigen، معناته هذا البيشنت صار عنده ريكفري، صار عنده ريكفري. وهسه اقول لكم شلون تفرقون بين المريض اذا هو اخذ البروتكشن من ديزيز يعني انصاب وصار عنده بروتكشن، او ان هو اخذه من لقاح. اكو واحد يقدر يجاوبني قبل ما انا اقول لكم الجواب؟ تتوقعون ان اني احنا هسه مثلا اني ماخذه فاكسينيشن، أنا ماخذ فاكسينيشن مال هيباتايتس، أروح أسوي إلايزا، شنو تتوقعون يطلع عندي بالريزلت؟ يعني أنتوا يعني توقعكم وتفكيركم شنو يطلع عندي؟ أحد يقدر يجاوبني؟ دكتورة ممكن تعيدين السؤال؟ شوف دكتورة أنتي أني ماخذة لقاح مال هيباتايتس بي، رحت سويت إلايزا تحليل للهيباتايتس بي ماركاس، تتوقعون اني يطلع عندي ياهل يطلع عندي بوزيتيف من هاي كلها اللي موجودة قدامكم على هذا المخطط؟ شنو يطلع عندي بوزيتيف؟ لقاح اني ملقحة، تتوقعون يطلع ترى اي جي ام يطلع؟ لا يطلع اي جي جي، طبعا هو راح يطلع عندي انتي بودي اي جي جي، بس يا نوع منهم. احنا قلنا احنا من نعرف البيشنت هو عنده بروتكشن، عنده حمايه بروتكشن، سواء اخذه من فاكسين او من انفكشن سابق بريفيوس انفكشن وطاب منه. فشوفوا اذا البيشنت هو اخذ لقاح، طبعا باللقاح انتم اذا تتذكرون او يمكن حكيت لكم اياه ذاك المختبر، باللقاح راح ينطون يا انتيجين، ينطون هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين باللقاح من يلقحون الفاكسينيشن، راح ينطون هذا الانتيجين. فبالتالي انت ايش تتوقع انا ايش طلع عندي؟ يا انتي بودي من انا اخذت انتي بودي يس يعني انتي هيباتايتس بي اس، الملقح راح يطلع عند الانتي هيباتايتس بي اس، هذا ده تشوفوه ده اشر عليه، ده يطلع عندكم المؤشر لو لا؟ راح يطلع عندكم الانتي هيباتايتس بي اس. يعني انا كملقحة من راح اسوي الايزا فور هيباتايتس بي فيروس ماركرز، راح يطلع عندي
اني انتي هيباتيتس بي اس فقط، ما يطلع عندي بعد اي شيء. فمن البيشنت يطلع عنده بس انتي هيباتيتس بي اس، يعني معناته هذا ماخذ البروتكشن فروم فاكسينيشن، خلوها ببالكم، هذا ماخذ البروتكشن فروم فاكسينيشن. بينما اذا طلع عنده ميكس، يعني طلع عنده الانتي هيباتيتس بي اس وطلع عنده التوتال انتي هيباتيتس بي كور، هذا اللي فوق الاثنين هذول طلعوا عنده، يعني معناته هذا بيشنت ماخذ البروتكشن منين؟ ماخذ من بريفيوس انفكشن، بريفيوس انفكشن. ابو الفاكسين ما يطلع عنده السي، يطلع عنده بس الاس. اللي صاير عنده التهاب هيباتيتس بي وطيبان منه، يطلع عنده البوث السي والاس، يطلع عنده هذولا الاثنين. انتوا اخذتوا المحاضره كملتوها لو لا؟ المحاضره كملتوها لو لا؟ دكتورة رغد، من رخصتش بس استمارة الحضور ترى دزيتها للمجموعات ثلاثتهم، فانتبهوا عليها طلاب بالمسجات هنا تلقوها. اي نجي هسه ورا ما هاي عرفنا انواع الانتي بادي، ورا ما عرفنا انواع الانتي بادي والانتي جين مال الهيباتيتس، راح نجي على سلايد اللاخص اللي يطلع قدامكم، هذا كلش مهم ايضا تركزون عليه حيل هوايه. تسمعوني طلاب؟ مو بعدين بالامتحان هسه من صلحت اوراقكم، اكو ناس صلحت اوراقهم كانهم اصلا ما موجودين ويانا بالمختبرات كلها، ولا كانه قاريها، ولا كانه لازمين محاضره، ولا يعني متفاجئت. يعني انا متاكده اللي حاضر ويانا المختبرات ومركز على الاشياء اللي اقولها، يعني 100% راح يجاوب. يعني انا جبت لكم اياها كلها من مختبراتكم، ما جبت شيء خارجي، كلها انا اقول لكم هذا الشيء مهم، هذا هيك تجاوبوه، هذا هيك تحكون. يعني معقوله السلايد مال جرامستين اكو ناس ما مجاوبي؟ اللي هو اسهل سلايد، يعني ايش راح تكتبون؟ هو جرام نيجاتيف رود شيب ميبي، اي وحده من هاي الجرام نيجاتيف اللي اخذتوها ذكروها. اكو ناس ما مجاوبي، اصفاره ماخذين عليه. يعني المهم نرجع على موضوعنا حتى لا يضيع الوقت علينا. نجي على هذا السلايد كلش مهم، انت لازم تعرف وين يتواجد هذا الفيروس. شلون راح نعرف وين يتواجد هذا الفيروس؟ تشوفون هنا concentration of hepatitis B virus in various body fluid، يعني احنا العدوى منين راح تجينا؟ العدوى من هذا الفيروس منين راح يجي؟ طبعا الهاي كونسنتريشن اوف فيروس اللي احنا نخاف من عندها حيل هوايه هو هذا الهاي كونسنتريشن. يعني وين موجود؟ موجود بالبلد، موجود بالسيرم، موجود بالووند اكزيديتس، موجود بالبلد، موجود بالسيرم، موجود بالووند اكزيديتس. مودريت كونسنتريشن وين؟ موجود بالسيمن، موجود فاجينال فلويد، موجود بالسلايفا. يعني هاي ايضا طبعا على حد البلاد، احنا اكثر شيء هو طبعا راح يجي عن طريق البلاد، يا اما بلاد ترانسفيوجن اذا البلاد ما ينفحص بصوره صحيحه، عن طريق السيرم ممكن، يعني مو بس الا بلاد، هول بلاد، حتى السيرم لازم احنا قبل ما ننطي سيرم احنا نفحص على وجود الهيباتيتس بي، ممكن حتى عن طريق الووند اكزيديت، يعني ووند. ولهذا دائما حتى ممكن انه هو ينقل عن طريق السيرجيكال انسترومنت، اذا ما تعقم السيرجيكال انسترومنت، ما تعقم بصوره صحيحه، هاي تسوي كوارث بالهيباتيتس بي. لهذا حاليا ان اي بيشنت يدخل العمليات لازم يسووا له فحص الهيباتيتس بي، وبعدين اني اذا طلع به هيباتيتس بي لازم طبعا ادواته بحد، والصاله مال العمليات مالته بحد، كلها لازم ينعزل تام. نجي المودريت ايضا هم هاي ممكن ان هي تنقل عن طريق السيمن والفاجينال فلويد، وعندنا السلايفا عن طريق السلايفا.
نيجي low or not detectable. low or not detectable هاي ممكن تنقل لكن كلش قليلة، يعني يعتبروها يعني neglected. مثلا عن طريق اليود، عن طريق الفيزيز، السويت، التيرز، البريست ميلك، بريست ميلك أيضا. هاي منو أكو مدى يقدرون يفوتون؟ أكو طلاب مدى يقدرون يفوتون على المحاضرة ليش؟ هسه يدزون على التليجرام رسائل انهم مدى يقدرون يدخلون على المحاضره، هي عن طريق هاي الروابط الجديده اللي دزوها. دكتوره مو على مود الدخول، يردون الاستماره مع الحضور، مو هذا اللي يدخل متاخر ما يشوف الرساله دزيتها مع الحضور الاستماره. عبالي على الدخول. فلهذا هسه دكتوره انا يمي فصل ورجعت فالرساله مسحت. دزيتها هسه مره لو اشوفها. تمام شكرا. يعني مثلا هسه حاليا البريست ميلك يعتبروه نون انفكشيوس، فلهذا اذا المذر كانت مصابه بهباتيتس بي ممكن ان هي تنطي بريست ميلك للانفانت مالتها، لكن طبعا يلقحوه، لازم ينطوا لقاح راسا يبدون وياه بلقاح مالولوجي. فاحنا قلنا عندنا اهم انتيجين هو السيرفس انتيجين، قلنا ان هو البريزنس اوف سيرفيس انتيجين يعني معناتها هو انفكشياس. طبعا هو هذا الموجود، يعني احنا نلقيه مو بس يعني معناته بالاكيوت، نلقيه بالاكيوت بالكرونيك السيرفيس. بس البريزنس مالته اذا كان موجود هو معناته البيشنت صار انفكشياس. والبادي نورمال بروديوس انتيبودي تو هيباتيتس سيرفيس انتيجين. طبعا هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين از ذا انتيجين يوز تو ميك هيباتيتس بي فاكسين، هذا احنا الحكي كله حكيناه. انتي هيباتيتس بي سيرفيس السيرفيس انتيبودي اللي هو بريزنس اوف انتي هيباتيتس بي اس از جنرالي انتربريتد از انديكيتنج ريكفري اند اميونيتي فروم هيباتيتس بي فايرال انفكشن. انتي هيباتيتس بي اس اولسو ديفلوب ان بيرسون هو هاز بين سكسسفولي vaccinated against hepatitis B. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا من موجود عندنا فقط الاس، اذا فقط لقينا الاس معناته هذا البروتكشن اخذها من الفاكسينيشن. نجي على التوتال hepatitis B كور انتيبودي اللي هي presence of the onset of symptom in acute hepatitis B and persist for life. Presence of anti hepatitis B core indicate previous or ongoing infection with hepatitis B virus at an undefined time frame. يعني هيباتيتس بي كور اذا كان بحثه موجود مو معناته هذا البيشنت صار عنده ريكفري، لازم يكون وياه الاس انتي هيباتيتس بي اس. يلا نقول ان هذا البيشنت بدائي طيب، بينما من هو موجود بحثه لا، هذا not indicate يعني previous infection، ممكن انه يكون هو ongoing infection. Ongoing infection يعني بعدها هو البيشنت عنده مرض. فقط البريزنس اوف هيباتيتس بي اس ويا انتي هيباتيتس بي اس ويا الانتي هيباتيتس بي كون معناته هذا البيشنت بدا يصير عنده ريكفري. الماركرات ايضا الموجوده من عندنا ممكن هو الانتي هيباتيتس بي كور اي جي ام موت. نجي هذا الجدول، هذا الجدول قلت لكم عليه، يعني هسه هذا قدامكم تشوفون هذا السيريولوجيكال ماركر. هاي السيريولوجيكال ماركر، منو هي الماركرات اللي عندنا؟ هيباتيتس اس انتيجين، توتال انتي هيباتيتس بي كور، نجي الانتي هيباتيتس كور اي جي ام، والانتي هيباتيتس بي اس انتي بودي. هاي الاربعه هي كلش مهمه. الاي هسه تقولون الاي وين راح؟ الاي هذا الاي احنا نعتمد عليه بس من نعطي الفايرال ثيرابي، بس بالتشخيص المبدئي راح يعتمدون على هاي الفور تايبس اوف ماركرز. هاي اللي موجوده تشوفون اذا كان عندنا هذا نيجاتيف اللي هو الاس، واذا عندنا الانتي بودي نيجاتيف كلها نيجاتيف، يعني هذا 100% يعني انتربريتيشن شنو نيفر انفكتد.
never infected. زين من نجي بس عندنا الاس انتيجين بوزيتيف والبقيه كلها نيجاتيف. يعني انتم شنو معناتها؟ معناتها صار عندنا early acute infection. early acute infection و او transient up to 18 days after vaccination. ممكن احنا قلنا بالفاكسينيشن راح ننطي هيباتيتس بي اس انتيجين، فممكن انه هو راح يظل عندنا بوزيتيف، يظل عندنا بوزيتيف up to 18 days وراء الفاكسين. وراء الفاكسين إذن هسه اذا عندنا طلع بس الهيباتيتس اس، هاي طبعا ممكن يجيكم هذا الجدول بالامتحان بس مو يجيكم يعني كله. يعني مثلا اقول لكم اذا هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف وتوتال انتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف والبقيه هاي كلها نيجاتيف، انتربريت ذا ريزلت، انتربريت ذا ريزلت، اقرا لي الريزلت. يعني انت كطبيب قاعد وانا جبت لك هاي النتيجه وقلت لك اقرا لي اياها، ايش راح انت تقرا؟ تكتب هاي early acute infection او transient after vaccination. ايش قد transient ممكن يظل؟ up to 18 days. ولهذا شو تقول للمريض؟ انت تقول له انت ما اخذ لقاح؟ اذا قال لك ايه فاذا هو هذا مات اللقاح، اذا قال لك لا انا ما اخذ يعني معناته هذا early acute infection. نجي على اذا كان عندنا، اذا كان عندنا الـ AS antigen positive والـ total core positive والـ IgM ايضا مال الـ core ايضا يكون positive والهيباتيتس بي اس نيجاتيف، معناتها هذا عندنا البيشنت اكيوت انفكشن. اذا الاس انتيجين اختفى صار نيجاتيف وبدات الانتيباديز تطلع عندنا، بدات الانتيبادي تطلع عندنا والاس انتيبادي اما يكون التايتر ما تقليل او ان يكون نيجاتيف فقط عندنا الكور موجود، فمعناتها ذا اكيوت ريسولفينج انفكشن. يعني هسه المريض بدا هسه يطيب لكن شنو؟ ما نقدر نقول انه هو 100% كومبليت ريكفري الا اذا شنو اللي يصير عندنا؟ الاي جي ام كور تختفي وعندنا التوتال انتي هيباتيتس بي كور يكون موجود فقط اللي هو الاي جي جي ويا الانتي هيباتيتس اس. اذا هذول الاثنين انتي هيباتيتس اس ويا الانتي هيباتيتس كور اثنيناتها تكون موجوده، معناته هذا البيشنت ريكفرد فروم باست انفكشن اند اميون اند اميون. هسه يلا نقدر نقول للبيشنت روح انت طبت وانت مو معدي فقط بهاي الحاله. زين اذا البيشنت جانا هيباتيتس بي اس انتيجين يكون بوزيتيف والتوتال انتي هيباتيتس بي كور يكون بوزيتيف وعندنا الاي جي ام اختفت وعندنا الاس ماكو نيجاتيف، يعني هذا البيشنت فات مرحله الكرونيك انفكشن. ولهذا انا قلت لكم البريزنس اوف توتال انتي هيباتيتس كور بحده هذا ما ينطينا فد انديكيتر ان هو البيشنت عنده مناعه 100% الا اذا صار ويا الانتي هيباتيتس بي اس. يعني احنا اللي يهمنا كلش بالموضوع هو الانتي هيباتيتس بي اس. من نجي نشوف ان هي كلها فولس فقط عندنا التوتال انتي هيباتيتس كور بوزيتيف فهذا فولس بوزيتيف، او باست انفكشن لو ليفل كرونيك انفكشن ممكن، او باسف ترانسفير اوف انتي هيباتيتس بي كور تو انفانت بورن تو هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف مادر. احنا قلنا الاي جي جي ممكن تعبر من البلاسينتا، فاذا لقينا هذا لقيناه فقط child born to mother اللي هي hepatitis B positive وسوينا له تحليل طلع عنده هذا الكور التوتال كور انتيبادي ان هي IgG فتعبر البلاسنتا، فهاي معناته انه هو ماخذ باسيف اميونيتي من المذر مالته. نجي على اخير كولوم اللي هي كلها نيجاتيف صارت عندنا فقط الانتي هيباتيتس اس يكون بوزيتيف، فهذا معناتها انه هو هذا فاكسين، هذا ماخذ البيشنت فاكسينيشن، او انه هو باسف ترانسفير افتر هيباتيتس بي اميون جلوبولين ادمنستريشن، او البيشنت
خفنا لا يصير عنده هيباتايتس بي، فانطوا باسيف اميونيتي، نقلوا له سيرم بانتي بادي ضد الهيباتايتس، فصار عنده طلع هذا بوزيتيف. بس هو هذا عاده احنا نلقيه بالفاكسينيتد بيرسون. هذا الجدول كلش مهم، واضح كلتكم؟ احد عنده سؤال عليه قبل ما ادير على سلايد الاخر؟ احد عنده سؤال دكتوره؟ بس الاي جي اميونوغلوبولين هذا بنفس البوتنشال اوف فاكسين لو بوتنشال ماله اقل؟ الاميونوغلوبولين لا، هذا شنو الاميونوغلوبولين؟ طبعا اقل من الفاكسين. تعرف ليش اقل من الفاكسين؟ لان انت من راح تنطي اميونوغلوبولين، هو هاي باسيف اميونيتي، انت فقط اذا بيشنت سسبتبل فور هيباتايتس بي وهو الاميون سيستم مالته ضعيف او انت تريد تحميه على السريع، شو تسوي؟ تعطي اميونوغلوبولين. اللي هو شو يحتوي الاميونوغلوبولين؟ يحتوي على الانتي هيباتايتس بي اس، انتي هيباتايتس بي اس. هذا حتى انا انطي يعني مناعه على السريع، احاول احمي المريض حتى لا يصير عنده هيباتايتس بي. بس الفاكسين طبعا هذا يكون الاميونيتي مالته يعني لايف لونج، هذا لا شورت، هذا يكون شورت. الدكتورة الفاكسين يفيد during infectious period لو ما يفيد؟ لا 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 ما يفيد، قلنا الفاكسين فقط احنا راح نعطيه للنيوبورن اذا جاه الولد وامه. هذا هو بكل الاحوال النيوبورن حاليا دا ينطوهم هيباتايتس بي، كلهم دا ياخذون هيباتايتس بي، بس احنا هذا نستعجل بي نعطيه اذا كانت الام مريضة نعطيها احنا الهيباتايتس، نعطيه للطفل الفاكسين حتى نستعجل بالديفلوبمنت اوف اميونيتي. احنا اذا بيشنت هو ما ماخذ فاكسين وتعرض للهيباتايتس بي او خذنا له يتعرض للهيباتايتس بي، احنا راح نعطي الاميونوغلوبولين راسا بكت نحاول ان احنا بريفنت انفكشن. قلنا هاي نرد نعيدها كلها، هاي هي الدايجنوسيس، هو راح نعتمد على الماركرز السيريولوجيكال ماركرز اللي هي هاي السيريولوجيكال ماركرز. وهذا اللي قبله تريدون تحفظون القبله، هاي انواع الماركرز تريدون تجون على هاي تحفظوها، هي كلها نفس الشيء، هي كلها نفس الشيء. بس هنا شنو؟ هنا مدخل لكم الدي ان اي، هنا مدخل لكم بالاخير الدي ان اي اللي هي ايضا انديكيت active replications of the virus. هذا الـ S antigen, S antibody, الـ total core IgM, الـ total core IgG, الـ E, الـ anti-hepatitis E، هاي كلها احنا حكيناها. فبكيفكم انتوا وين تريدون تقروها؟ تقروها هنا، تقروها هنا، ماكو مشكلة. بس المهم من واحد يسألكم يقول لكم شنو هي الـ serological markers، انتوا تعرفوها وكل واحدة تعرفون شنو معناتها. What is indicated؟ واضح؟ نجي بكت لحق أعطيكم هيباتايتس سي. الهيباتايتس سي infection is the most common chronic blood-borne infections in the United States. By contrast to chronic hepatitis B, patient with chronic hepatitis C almost always develop hepatitis cell carcinoma in the presence of established cirrhosis. يعني إحنا هيباتايتس سي يعتبر أخطر من الهيباتايتس بي، هيباتايتس سي يعتبر أخطر من الهيباتايتس بي. أولاً ما بي فاكسين، هذا أول شيء. ثاني شيء التريتمنت مالته أصعب، وهو دائماً يكون مور أجريسيف، ممكن دائماً يتحول لكرونيك هيباتايتس بي ويتحول إلى الهيباتايتس الهيباتوسيلولار كارسينوما. طبعا هذا الهيباتايتس سي هسه بدا ينتشر عندنا بالعراق، طبعا موجود حاليا لكن اقل انسيدنس مالته من الهيباتايتس بي. وبمصر عندهم الليفل اوف انفكشن من الهيباتايتس سي طبعا كلش عاليه. الكاركترستيك اوف هيباتايتس سي شنو هي؟ هي فلاي في فيروس، تحفظوه هو يا فاميلي الفلاي في فيروس. سنجل ستراند ار ان اي، هو سنجل ستراند ار ان اي، قد بي جينوتايب 6 replicate in liver cell, lymphocyte and monocyte. يعني مو بس بالliver cell نلقيه بالliver cell, lymphocyte, monocyte. replicate
هاي بالنسبة لـ more than 1 trillion بروجيني per day، يعني شقد كم فيروس يطلع باليوم، هاي ما أريد الأرقام من عندكم. اللي أريده من عندكم تركزوا لي إن هو الفاميلي مالته شنو، والنوع الجينوم مالته شنو، والريبليكيشن وين بالليفر واللمفوسايت والمونوسايت، هذا مهمة. طبعا شنو هو الاكشن مالته، هو راح يسوي داون ريجوليت ستيمولاتوري ريسبتورز اون ناتشرال كيلر سيل، وبالتالي راح ياثر على التي لمفوسايت والفانكشن مال التي لمفوسايت، وايضا انه هو راح ياثر على السيلولار اميون ريسبونس، انكريز انهبيتوري ريسبتور اون ناتشرال كيلر سيل اون سي دي 8 بوزيتيف كيلر سيل. فايش راح يسوي هذا؟ Block activation of T cell and inhibit production of interferon gamma. انتو اخذتوها بالإميونيتي العام ان الانترفيرون جاما كلش مهمة بالنسبة للبروتكشن from viral infection. الانترفيرون حتى هو ينقي ضمن التريتمنت، يعني يعتبر ضمن التريتمنت of viral infection هو الانترفيرون. فهذا الاكشن ما تريدكم تعرفوه، وين يشتغل وشلون راح يسوي المالتل ديزيز. طبعا هاي الانكوبيشن بيريد هو بالويكس 6 to 7 weeks، اقل من البي. اريد اعرف تعرفون ان هو البيرزيستنس انفكشن مالته النسبه كلش عاليه، الاميونيتي نو بروتكتيف انتي بودي ريسبونس ايدنتيفايد، مو مثل البي. بي ممكن ان هو في حالات يعني قليله أصلاً البيشنت يصير عنده ريكفري طبيعياً، يصير عنده ريكفري، لكن هذا no protective antibody response is identified. الريسك فاكتور هاي مطلوبة من عندكم إنه هو شلون راح يجينا transfusions or transplant from infected donor, injecting drug use, hemodialysis. طبعاً هذا كلش إحنا نخاف من عندها، هي الهيموداياليسيس جماعة الرينال فيلر، وإذا كانت الأجهزة الدياليسيس تكون ضعيف يعني مو معقمة بصورة صحيحة ممكن إن هو ينقل. فهذا معظم اللي الرينال فيلر يصير عندهم on hemodialysis يصير عندهم infection with B and C. Accidental injury with needle or sharp, sexual or household exposure to anti-hepatitis C cord, anti-hepatitis C viral positive contact, multiple sex partner, birth to hepatitis C viral infected mother. شوفوا هنا حتى البيرث هناك احنا ممكن ان هو البيشنت، ممكن ان هو بالبي، ممكن ان الطفل اللي يجي ما راح يكون عنده يعني ما ينصاب بالهبتايتس بي، لكن اذا البذر عندها هبتايتس سي فهي راح تصيب الطفل مالته. ليش؟ لان قلنا هنا احنا هنا ماكو بروتكتيف انتيبادي، ماكو عنده بروتكتيف انتيبادي. نجي نشوف احنا شلون راح نشخص الهيباتايتس بي، شنو هي الماركرز اللي عندنا؟ هيباتايتس سي فايرال انتيبادي، هيباتايتس سي فايرال ار ان اي. وطبعا احنا من نقول هيباتايتس سي فايرال ار ان اي يعني جينوميك، يعني شنو معناتها الجينوميك؟ احنا ما راح نشخص بالاليزا، وين راح نشخص؟ شوفوا وين مكتوب، بالبي سي ار. والهيباتايتس سي فايرال انتي جين هاي اللي احنا راح نشخص بيها الهيباتايتس سي فيروس. الانتي بادي جنرال يوز تو دايجنوز هيباتايتس سي انفكشن، نوت يوزفول ان ذا اكيوت فيز از ات تيك ات ليست 4 ويكس افتر انفكشن بيفور انتي بادي ابير. لكن هاي صح يطلع لنا انتي بادي، لكن مو بروتكتيف انتي بادي. الار ان اي هي various techniques are available, example PCR and branch DNA may be used to diagnose hepatitis C viral. هنا البرانش دي ان اي يعني يقصدون بها الريال تايم بي سي ار، الريال تايم بي سي ار. الانتيجين طبعا هنا الانتيجين والانتيبادي راح تشخص عن طريق الاليزا، وهي طبعا الموست كمان تول اوف دايجنوسيس هي للانتيبادي والانتيجين هو عن طريق الاليزا. هذا السلايد ما اريده من عندكم. الهيباتايتس دي دائما هو نسميه احنا الدلتا هيباتايتس، السنجل ستراند سيركلر ار ان اي فيروس ستراكشرلي ان ريليتد تو ذا هيباتايتس اي بي سي فيروس. طبعا هي الهيباتايتس دي فيروس دائما راح يكون ويا منو؟
دائما يصير ويا البي. الهيباتيتس بي هو يعتبر incomplete virus that require the helper function of hepatitis B to replicate. يعني احنا سوينا prevention للهيباتيتس بي، يعني احنا عندنا معناتها الهيباتيتس دي نسوي له ايضا prevention. يعني احنا من نتخلص من البي تخلصنا من الدي، لان هو الدي ما يصير بوحده، دائما يصير ويا another type of ويا الهيباتيتس بي virus. طبعا اذا transmitted through percutaneous or mucosal contact with infectious blood and can be acquired either by co-infection with B or as a super infection in person with hepatitis B viral infection. قلنا هو يا اما co-infection يعني يجي ويا hepatitis B سوية ويعتبر severe acute disease low risk of a chronic infection، او يجي super infection يعني ورا من patient يصير عنده B ممكن انه هو ياخذ الدي ايضا، وهاي ريسك اوف سيفير كرونيك ليفر ديزيز مي بريزنت از ان اكيوت هيباتايتس. هذا بالنسبه للستركتشر مال هيباتايتس دي، لازم يحتاج الى الهيباتايتس بي سيرفيس. ليش قلنا هو انكومبليت فيروس؟ ما يقدر يسوي ريبليكيشن. طبعا هو هذا الجين مالته اللي هو هذا الدلتا انتجين، هذا موجود جوا، لازم ياخذ الكفر مال البي، يعني لازم البي يكون هيباتيتس بي اس انتيجين موجود يلا يسوي الانفكشن. المود اوف ترانسميشن هو بير كيتانيوس اكسبوجر او بير ميكوسال اكسبوجر. بير كيتانيوس هي انجكتنج دراج يوز او ساكس كونتاكت. الهيباتيتس اي هو تقريبا نفس الهيباتيتس اي قلنا، اللي هو ايضا تعرفون لازم ان هو وين موجود. هو طبعا RNA single strand RNA family مالته هي الهيبا فيروس، هاي انتم لازم تعرفوها، وهو sole member of this genus. هو cause acute hepatitis in human and has reservoir in pigs and possibly a range of other mammals. طبعا يختلف عن البقيه انه هو ممكن يكون يصيب حيوانات. avian hepatitis E causing big liver and spleen disease in chicken. ممكن انه هو ايضا مو بس بالمامليان، ممكن انه هو موجود ايضا بالطيور. طبعا هو قلنا ما يسوي not lead to chronic infection، لكن الروت اوف ترانسميشن هو through fecal oral route and outbreak are usually associated with contaminated water. اكثر شيء هو راح ينجي عن طريق contaminated water supply in country with poor sanitation. بالنسبة هاي الانكيوبيشن هو 40 days. السيفيريتي اوف انفكشن increased with age، لكن هو ما عنده كرونيك. لكن احنا وين نخاف؟ نخاف بالبريجننت وومن. بالبريجننت وومن ممكن ان هو يسبب ديث، ممكن يسبب ديث للبريجننت وومن نسبة 15 الى 25، يسوي فيلمننت هيباتيتس، فيلمننت سيفير هيباتيتس. كرونيك سيكولي نوت ايدنتيفايد، هذا شكله. وهذا الإبيديمولوجيكال ماريدة من عندكم، وخلصت المحاضرة مالتكم. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال على المحاضرة أو المختبر؟ أحد عنده سؤال؟ قبل ما نغادر الميتينج، أحد عنده سؤال؟ افتهمتوا عرفتوا شنو المهم وشنو ما مهم وشنو المطلوب وشنو ما مطلوب من عندكم؟ اللي عنده سؤال خاف احد يعني يذكر سؤال يدزه على التليجرام. وشكرا لحضوركم.